أهلا وسهلا فيكم وبداية أسبوع سعيدة على الجميع بإذن الله، زي ما عودناكم دائما سيدتي على الموعد معاكم يوميا وبمواضيع مختلفة نتابع أبرزها. الأميرة ريما بنت بندر سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وما علاقة كثرة رجفان رمش العين بالضغط النفسي؟ سيدتي يطلق هاشتاغ تحدي سيدتي الرياضي. تتابعون أيضا المبارزتان الحسنة وجود تتحدثان لسيدتي عن فوزهن. جولة مع غالي أمين لأحدث صيحات خريف وشتاء 2019-2020. الكثير ينتظركم اليوم، لا تروحوا بعيد، خليكم معنا. اهلا وسهلا فيكم من جديد، وطبعا زي ما وعدناكم دائما لازم نتطقس على احوال الرعيه. كيف الحال؟ اهلا وسهلا، يا مساء الخير والسعاده عليكم جميعا. اهلا وسهلا رؤى وعبير ورندا، بدايه اسبوع سعيده والاجواء اليوم يتهيألي رندا مناسبتك اليوم والله حلوه. اليوم لا هو برد ولا هو حار، فعلا يعني تمشين وانت براحه، صدق يعني الشمس ذبحتني الصباح كانت مره حاره يا جماعه، الجو غريب والله، في غيوم بس في حر في شمس، كيف ما اعرف صحيح. ما تعرفين هو انت صدق في براد ولا في يعني حار الجو، ما تعرفين. هو الى امس انا كنت شايفه جو كثير بارد بالليل، اليوم صحيت وانا جايه على الشغل حسيت الجو قلت دافي اخيرا اخيرا ما صار في نسمه برد، عرفتي؟ فكثير استمتع، قلت والله امس ارجع امارس حياتي الطبيعيه واخيرا. من جد امس صادقه الجو دافي، فرشت بالحوش وجلست وكاوتي يا عيالي. انا 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 عجبني لو حسيت اليوم في شويه غيم او في يعني الجو ما هو مره مشمس مشمس، بس وانا جايه على الشغل اليوم الشمس خابطه فيه فماني فاهمه هي الرياض كذا، تشوفي اربع فصول في يوم واحد مفاجات الرياض. طيب بما انه تكلمنا عن مفاجات الرياض، عارفين الرياض مسوت لنا مفاجات مره كثيره اليوم، ولكن خلونا نشوف غاليه امين عندها صيحات جديده خريف وشتاء 2019-2020. مشاهدينا نتابع. اهلا بكم مشاهدينا، زي ما عودتكم دائما انه اعرفكم على اخر اخبار الموضه والازياء، اليوم حقول لكم على اخر صيحات اسابيع الموضه العالميه من نيويورك ولندن لخريف وشتاء 2019 و2020. من اهم عروض الازياء اللي شفناها في نيويورك عرض ازياء مارك جيكوبس ورالف لورين وكمان مايكل كورس. اهم الصيحات اللي كانت في عرض ازياء مارك جيكوبز هي المورد والكاروهات والأقمشة الخفيفة اللامعة، شفنا كثير من الألوان الداكنة وكمان شفنا الكثير من الليرينج اللي قاعد معانا للفصول القادمة. رالف لورين عرض مجموعة خاصة لربيع وصيف 2019 اتميزت بكثير من التغيير، لأنه شفنا فيها القماش الذهبي اللامع اللي دخلوا في كثير من طبعات الموردة وكمان في البنطلونات والجاكيتات والإكسسوارات. وأبرز الألوان اللي كانت في هذه المجموعة هي اللونين الأسود والأبيض، وطبعا اللوك الكلاسيكي الأنيق كان عنوان لعرض رالف لورين. مايكل كورس كان مختلف عن باقي العروض لأنه مجموعة جات متنوعة، شفنا الأقمشة اللامعة وكان من أبرزها اللون الأحمر والأسود، والحلو فيه أنه شفنا كثير من الليرين وكمان جاكيتات الفرو والأحزمة. في
دحين ننتقل مع بعض على عروض أزياء لندن اللي كان من أهمها بيربري وفيكتوريا بيكهام. أهم وأبرز الصيحات اللي جات في عرض أزياء بيربري هي البنطلونات والتنانير مع البليزرز من الأقمشة الخفيفة. والشيء المشترك اللي كان بين هذا العرض والعروض الأخرى هي الأقمشة اللامعة بالتحديد اللون الذهبي. وشفنا في هذا العرض كثير من الألوان بس كان أبرزها هي البيج والأسود والبني والأخضر بدرجاته المختلفة. أما فيكتوريا بيكهام فبدأت العرض بإطلالة من الكاروهات باللون الأحمر والأبيض، وأهم الإطلالات كانت في هذا العرض هي التنانير والأحذية الملونة والبليزرز والإطلالات الموحدة وكمان الكلاسيكية. أبرز الألوان في هذا العرض كان الأحمر والبيج والأبيض والكاروهات. الصيحات اللي أخذناها من نيويورك فاشن ويك وكمان من لندن فاشن ويك هي الكاروهات واللون الأحمر والأبيض وكمان الذهبي اللامع. عودة لكم زميلاتي في استوديو سيدتي. شكرا لك غالي على هذا التقرير الجميل. زي ما شفنا سوا كم دور أزياء أو عرض أزياء كان صحيح. لشركات كثير مختلفة ومتنوعة. إيش أكثر حاجة عجبتكم ولفتت انتباهكم وتحسون أنتم ممكن تلبسوا؟ هو انت طلعتيني انا اول واحده لازم انا اجاوب يعني انت اكونة الازياء بالنسبه لي ميرسي ميرسي خالص والله خجلتيني. شوفي انا اللميع مو دائما يعني ماني مره صحبه مع احس انه انا كده لو لبسته ما حاكون مرتاحه بس بحاول انه انا مثلا في الفتره اللي جايه وهذا من ضمن الاشياء الموجوده عندي انه ابغى اكسر الحاجز يمكن البس حاجه فيها ترتر أيوه. بس لسه ما تبغى تلمع شويه بس انا عاده اميل للاشياء الساده بشكل اكبر غزل بربرو ايوه لا بس صح كلام غزل يمكن هو شوي جريء هذا النوع من الستايل لكن يمكن الشيء الوحيد اللي خلاني اتشجع اني انا البسه لان شفت السوق كله بلينك بلينك يعني كثير كانت طالعه موضه كثير دارجه سواء كان بليزر جاكيت بلايز داخليه بديهات بكل الاشكال وبكل الالوان بتلاقيها والحلو انه كان في نوع من هذا البلينك بلينك بس مطفي بالزبط. فمقبول شويه ما تحس انه يكون اوفر وكمان حبيت الكاروهات اكيد الكاروهات كان في موسم الشتاء كثير دارج بكل الالوان طبعا صديقتي انت عجبك كثير اشياء والله كثير عبير شفتي اقول لك هذا حلو هذا حلو ايوه ما شكله حبيت الذهبي كان كثير حلو كثير حتى الموديل حقه حلو واللمعه اللي فيه ترى والله حلوه يعني اللي تبرقين لازم نشوف غزل كمان شفنا رؤى لازم نشوف غزل عبير استنوني شوي اصبروا شوي علي يمكن على نهايه البرنامج ممكن البس لكم ترترات بعدين الحلقه الختاميه البسكولات اوكي عشان ما حد يساكي بربرو انين الموسم القادم ان شاء الله فحلو والكروات كمان حبيته كثير حبيت الكروهات كمان احس ما انا شويه يعني والله احس هذا الكروهات بالضبط ما يموت يعني شتاء لازم يكون في كروهات عندك صحيح. من جد انا اتمنى الالوان اكثر من اللبس نفسه او اكثر يمكن من الستايل التفصيلات نفسه احب الاشياء الغريبه يمكن انا ما تستهويني انا كلاسيك كعبير الاشياء او الملابس الكلاسيك لكن حلوين في كم شغله كانت حلوه زي اشياء مايكل كورس كانت كمان تعتبر حلو بحكم انه فرو والحب الفرو والريش امزح طبعا انت ريش طبعا اكيد مشاهدينا هذا فاصل مكملين معكم اهلا بكم من جديد وفي سلسلة من الأوامر اللي صدرت ليلة أمس خبر أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي حيث عينت سمو الأميرة ريما بنت بندر سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية التي قامت بدورها بكتابة تغريدة لشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده وأكدت أنها ستبذل قصارى جهدها لخدمة الوطن وأبنائه طبعا اكيد رح ناخذ تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع لانه ينضم معنا عبر الهاتف الاستاذ والكاتب عبد الله العلمي اهلا وسهلا فيك استاذ عبد الله مساء الخير اهلا وسهلا نورتنا طبعا احنا مبارك لنفسنا ومبارك للمملكة العربية السعودية شباب وشابات تحديدا وصول او بمعنى اصح نالت الأميرة ريما بنت بندر على هذا المنصب من سمو ولي العهد وخادم الحرمين الشريفين هذا القرار لكن لما نسأل في البداية إيش هي الأدوار أو الدور الرئيسي اللي ممكن تقوم فيه كسيدة سعودية في سفارة المملكة العربية السعودية في أمريكا نعم اسمحي لي أشكركم على السؤال الكريم الأدوار التي يعني أتوقع أن سمو الأميرة أن يعني تقوم بها أعتقد يعني تنحصر في ثلاثة أدوار رئيسية الدور الأول
أنه طبعا هذا موقع مهم، سفيرة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا دور موقع مهم لشخصية مهمة شخصيتها، وبالتالي سيكون دورها أيضا مهم. العامل الثاني لا ننسى أن واشنطن أهم عواصم العالم، العالم الغربي. العامل الثالث أننا نمر في مرحلة طبعا حساسة اليوم في علاقات السعودية الخارجية، فتولي يعني سمو الأميرة هذا المنصب، وكنت قد قابلتها من عدة سنوات عندما كانت تؤسس لرعاية مرضى السرطان كسفيرة، كأول سفيرة للمملكة العربية السعودية في الخارج. أعتقد أنه اختيار مناسب جدا وتوجه مناسب جدا. سمو الأميرة تخرجت من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعني تم اختيارها بالمناسبة في سبتمبر 2014 ضمن قائمة مجلة فوربس أقوى من أقوى 200 امرأة عربية. جميل جدا، يعني هذا اللي احنا فعلا فرحانين فيه وفخورين فيه كسيدات سعوديات، وايضا يمكن نكون احنا كده بنحقق رؤيه المملكه 2030 في الوصول لمنصب سفيره كاول سيده سعوديه، طبعا الاميره نيمة بنت بندر. صحيح. نعم أستاذ عبد الله، لو كنت حابة أسألك، يعني بنعرف أنه سمو الأميرة ريما كان لها بصمة خاصة في المجال الرياضي تحديدا، كانت كثير مهتمة خصوصا من ناحية منصتها في الاتحاد السعودي على الصعيد المحلي والعالمي، من حيكمل هذه المسيرة من بعدها؟ يعني أنا أعتقد أنه موجودة لدينا بجانب سمو الأميرة هي مو موجود لدينا فعاليات ولدينا مواهب لإكمال هذه المسيرة. يعني لا ننسى أن اليوم مثلا حتى على المستوى العالمي صحيفة بوليتيكو الأمريكية نيويورك تايمز بي بي سي هذه كلها يعني رحبت بهذا المنصب لسمو الأميرة. بالتالي نحن داخليا هنا يعني علينا أن نكون أيضا مقتنعين أن هناك من سيدير هذه الأنشطة الرياضية، لا سيما أن يعني أعطيك على سبيل المثال اليوم في جامعة الطائف سيدتي هناك 877 طالب يتدرب على الكاراتي، هذه في جامعة واحدة فقط. أنت تعلمون طبعا أن البارحة يوم السبت في 23 فبراير قيمة بطولة الكاراتيه للسيدات وتحكيم بسيدات معتمدات، هناك لاعبات سعوديات في التايكواندو سيستمروا طبعا في التدريب، لدينا الملاكمة السعودية هالة الحمراني، لدينا مدربة كرة القدم السعودية مرام البجيري، لدينا لاعبة سعودية ندى أبو النجا، ندى يعني حازت على لقب البطولة النسائية للسكواتش، لدينا حارس المرمى لما العنزي، لما بالمناسبة عمرها 22 سنة وهي حارسة مرمى في فريق اليمامة لكرة القدم. فأعتقد أن المسيرة ستستمر. سمو الأميرة وضعت البذرة وأعتقد يستمر الآخرون في ري وهذه البذرة إلى أن تنبت شجرا إن شاء الله كريما في هذا الوطن الغالي. جميل جدا أستاذ عبد الله. الآن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عينت أول سفيرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، خلينا نقول من ناحية السيدات، قد إيش وجود سفيرة أو تعيين سفيرة لدى المملكة في أي مكان في العالم راح يكون له تأثير إيجابي على الفتيات السعوديات، وأيضا قد إيش حيكون له تأثير في إظهار دور المرأة العربية أو السعودية تحديدا عالميا؟ يعني إذا سمحتي لي، أنا سؤالك هام جدا ولكن اسمحي لي أن أعكس يعني التشبيه. اليوم المجتمع السعودي يقع تحت تأثير نجاح المرأة السعودية وليس بالعكس. صحيح. المرأة السعودية لم تنجح لأن المجتمع أراد لها النجاح، بل المجتمع السعودي هو الذي نجح بسبب نجاح المرأة السعودية. أعطيك مثال، في 27 يناير يعني الأسبوع الماضي وزير الطاقة السعودي قادر صالح صرح، وهذا وزير يعني صرح، أن أكثر من نصف السعوديات حصلنا على شهادات الجامعية، 57 من الجامعيين في المملكة سيدات، تخيل 57% ما شاء الله أكثر من النصف.
60% من الخريجات حاصلات على شهادات عليا. فهذا دليل على أن المرأة إذا أعطت المرأة السعودية عندما أعطيت الفرصة فهي يعني ستبهرنا، ستنجح في جميع المجالات، سواء كانت مجالات الدبلوماسية، سواء كانت في الرياضة، سواء كان في أرامكو، سواء كان في الهندسة، في الطاقة المتجددة. ما شاء الله تبارك الله المرأة السعودية يعني لا تحتاج لكثير من الدفع، هي بنفسها دفع ذاتي، وأنا أتوقع أنها ستحرز المزيد والمزيد والمزيد من النجاحات. وربما هنا يعني يجب أن لا ننسى ما قاله سمو الأمير محمد بن سلمان، عبد العزيز قال اليوم ما زالت المرأة السعودية لم تحصل على حقوقها كاملة، وهناك حقوق منصوص عليها في الإسلام لا زالت لا تملكها، لقد قطعنا شوطا طويلا ويتبقى طريق قصير لنقطعه. هذه طبعا بادرة إيجابية من سمو الأمير محمد بن سلمان، ونأمل طبعا المزيد للمرأة السعودية. نعم جميل جدا أستاذ عبد الله، أشكر لك هذه المداخلة، أعطيك ألف عافية. طبعا هبارك لنفسنا مرة ثانية، لكن هناخذ تفاصيل أكثر من هذا الموضوع لأن تنضم معنا عبر الهاتف أيضا الأستاذة أمل بنت عبد العزيز الهزازي، أكاديمية وكاتبة في صحيفة الشرق الأوسط. أهلا وسهلا فيك دكتورة أمل. أهلا فيك ماهي، نورتينا. الله يخليك، تصحح الهزازي. الهزاني أهلا وسهلا، نورتينا. يعني بداية زي ما باركت الأستاذ عبد الله وباركت لنفسي وباركت لزميلاتي أيضا، أبارك لك وأبارك لجميع الشعب السعودي، لأنه الفكرة حصول سيدة سعودية على هذا المنصب، مرة ثانية أرجع أقولها فخر لنا جميعا. وزي ما احنا عارفين وشايفين أنه حرصوا ولاة الأمر الحمد لله يعني منذ ما يقارب 3 سنوات على إيصال المرأة السعودية أو صوت المرأة السعودية وتغيير الصورة النمطية للمرأة السعودية في جميع المجالات. حرصهم هذه المرة بإعطائها الحق وحضورها وتواجدها داخل وخارج الوطن، خاصة في السفارة الأمريكية، إيش رأيك؟ طبعا بداية الله يبارك فيك ورقلنا جميعا. البارحة أول ما أعلن الخبر كتبت تغريدة أنه أبارك لنا جميعا، والحقيقة أن هذه أول مرة، يعني عادة حتى لو صار في تعيين نسائي في مناصب يعني وكيلات وزارة أو غيره كنا نبارك للشخصية مباشرة، لكن هذه المرة شعرنا أنه يعني فرحة عم الجميع، لأنها كان يعني منصب خارج الحدود خارج المحلي، يعني أكثر يعني وأوسع أفقا. طبعا هذا الخبر يعني صراحة مفرح وجدير بالاحتفاء، والأميرة ريما كفاءة كبيرة جدا، ويعني نتأمل وهذا المتوقع أن يكون هذه افتتاحية وبادرة لإيكال المناصب للمرأة تكون على مستوى دولي في القنصليات والملحقيات والمؤسسات الأممية، لأنه صراحة عندنا كفاءات عالية جدا أكيد، وعندهم طموح ورغبة للمشاركة الدولية، وإضافة أن هذا يعني مسج للعالم، مسج واضحة جدا أنه هذه المرأة السعودية اللي الجميع يتساءل عنها والجميع يعتقد أنها زي اللغز، الجميع يحاول يبحث عن أخبارها، أنها الآن تمثل وطنها، تشوفونها وتتواصل معاكم، ويعني تمثل الجيل الجديد من السعوديين أو السعوديات الطموحات الكبؤات، فإحنا مستبشرين خير يعني بهذا السعيد. نعم دكتورة أمل، يعني خليني أشوف يعني اللي صار ما كان مستغرب وكان متوقع بما يتماشى مع التحول الوطني ورؤية المملكة سواء 2020 أو 2030. وسمو الأميرة ريما في كثير من مؤتمراتها ولقاءاتها كانت حاضرة، وما شاء الله عليها دائما اللقاءات بتكون حريصة حتى في انتقاء الكلمات وتكون فعلا توصل، وقدرت أنها تمثل المرأة السعودية في الخارج قبل الداخل كمان. لكن لو أبغى أسألك من وجهة نظرك، كيف تقرأي هذا التحول أو هذا التعيين في يعني إيش الإطار اللي أنت بتشوفيه حضرتك الحين؟ هو الحقيقة بالنسبة للنساء السعوديات احنا نرى رؤية 2030 في الاستراتيجية ثابتة لتمكين المرأة، احنا مطمئنين لتمكينها لأنه عندنا استراتيجية معتمدة من القيادة واحنا نمشي عليها بخطوات ثابتة.
نعم. فما حققنا خطوة ننتظر نتيجة ليها، لم تعد مجرد مفاجآت أو مصادفات، كلها أمور مدروسة ومخطط لها. فهذا الشيء بالنسبة لنا مطمئن أن القيادة عازمة ولديها إرادة قوية في تمكين المرأة وتسجيل حضورها دوليا وعالميا وحتى داخليا. طبعا في كثير يعني من مؤسسات التصدير الكبرى تتولاها نساء الآن في المملكة. فهذه إرادة سياسية مهمة أو أساسية في التمكين. فإحنا وفقا لرؤية 2030 احنا مطمئنين انه كل هذه الامور اللي تخص النساء وحققناها في خلال سنتين ثلاثة هذه الماضية، والى الان احنا يعني ما زلنا نحصد ثمار هذه الاستراتيجية. ان احنا امامنا طريق قد يكون طويل لحد ما، لكن يكفي انه احنا نمشي بخطة ثابتة إلى الأمام. صحيح جدا. أستاذ أمل، لو أخذنا الموضوع من ناحية أنثوية، يعني بحكم أنه إحنا سيدات، قد إيش تعيين الأميرة ريما بنت بندر في منصب زي كده حيكون له تأثير بشكل أو بآخر على أي فتاة سعودية؟ هذا شيء. الشيء الثاني، قد إيش تعيين الأميرة ريما بنت بندر برضو في منصب زي كده راح يفتح عيون أو يسلط الضوء للناس اللي من برا على المرأة السعودية في الفترة الأخيرة؟ طبعا في الفترات الأخيرة قد تكون بعض الموضوعات خاصة بالنساء السعوديات أثارت كثير وسائل الإعلام الغربية حول حقوق المرأة وإلى آخره. لكن أنا أعتقد أنه تعيين الأميرة ريما صراحة هو يعني رفع سقف يعني طموحاتنا. صحيح. يمكن حتى لم نطمح لم نصل بأفكارنا أو أحلامنا لهذا المستوى، أن تكون سفيرة في عاصمة القرار الدولي، يعني المنطقة الحساسة فيها كثير من المهام الكبيرة والعلاقات السياسية والاقتصادية واللوبيات، يعني دور ليس سهل أبدا. صحيح. فهذا السقف المرتفع تستطيعين تضعين تحته يعني إلى ما لا نهاية من يعني مراكز. يمكن يكون مسج بطريقة أو بأخرى دكتورة أمل من حكومتنا الرشيدة للفتيات أنه ترى إحنا واثقين فيكم والطريق قدامكم مفتوح. طبعا يعني الثقة اللي أولتها القيادة للأميرة ريما، طبعا في كثير من الشباب السعودي من الأسرة أو غيرهم كفاءات أيضا ممكن يحلونها في هذا الموقع، لكن انه تعيين الاختيار الاميره ريما وهي كفاءه وانسانه مثقفه ومتشربه الثقافه الامريكيه لانها عاشت هناك يعني حياتها ودرست هناك، فتعيينها يعني رساله للداخل والخارج. هل له دور استاذ امل؟ مساله كفاءه. هل له دور كون انه والدها كان سفير المملكه سابقا؟ طبعا هو التنشئه الاجتماعيه مهمه بالتاكيد انه راح يتاثر وينعكس عليها هذه المساله، لكن لابد ان احنا نشير الى انه الاميره ريما بنفسها بصرف النظر عن والدها هي شخصيه قوية ذكيه جدا ومثقفه وتواصلها ممتاز وانسانه ملهمه وعملت جهد حتى تحصل على هذه الثقه. صحيح. فهي لديها مكتسباتها الخاصه ايضا. جميل. تفضلي أستاذة الدكتورة أمل، حدثينا شوي عن خطة التحول الوطني 2020، كيف حتساهم الأميرة ريما بخطة التحول 2020؟ إحنا طبعا بالنسبة للخطة هي في أكثر من مجال، أكثر من فرع، أكثر من خط ماشيين عليه. تخيل دور المرأة يعني توسيع رقعة العمل أو مجالات العمل التي تستعمل فيها. اليوم نشوف المرأة السعودية في كل المجالات حتى القطاع العسكري دخلت فيه. نعم. فأصبح فيه يعني المحاذير السابقة اللي كانت تخصص مجالات عمل معينة ما عادت موجودة، لأنه أصبح في نظام، أصبح في قانون. صحيح. يحمي المرأة ويحمي أي موظف يعني في مكان العمل. فأصبح فيه مجال أو فرص عمل للمرأة أدت إلى انخفاض نسبة البطالة في المملكة خلال سنتين بالنسبة للنساء لأنها كانت مرتفعة جدا. فهذا شيء. الشيء الثاني أنه إحنا نعطيها فرص
في المسائل البحثية أو احنا راح نعطيها جميع الفرص دكتورة أمل، لأنه احنا جدا سعيدين وجدا فخورين أنه أصلا سيدة سعودية توصل لهذا المنصب، فأكيد احنا راح نعطيها فرص. صحيح. يعني أنا أشكر لك هذه المداخلة دكتورة أمل هزان، يعطيك ألف عافية. أنا يعني واضح أنه أنا جدا سعيدة بالموضوع. أتذكر دحين قبل شوية كانت تتكلم دكتورة أمل بتقول أنه يمكن ما في أحد فكر أنه هو يصير سفير للمملكة العربية السعودية. صحيح. بس أعرف واحدة فعلا كانت تقول أتمنى أنه أكون سفيرة. ليش لا؟ سبحان الله. يعني شوفي دحين هذا الخبر أو هذا القرار بمعنى أصح كيف رح يخليها دحين تطمح أكثر أنها في يوم من الأيام تكون سفيرة. عبير مو بس صحيح. يعني مثلا أحد أنت تعرفي، إحنا كنا هنا في البرنامج لسه من الموسم اللي رح كنا بنقول المرأة وصلت المرأة وصلت، متى حنشوف المرأة سفيرة، متى حنشوف المرأة وزيرة؟ هو الحمد لله جاء اليوم. خلاص الحمد لله. والله ما أحرمكم من شيء أبدا. تعرفوا حاجات عن الأميرة ريما بنت بندر طبعاً. غير هيئة الرياضة. أحب أسمع منك يا عبير. أنا طبعا الحاجة اللي أنا أحب أتكلم فيها أتكلم في الشيء اللي صار في جامعة الأميرة نورة. جميل. 10KSA 10KSA كانت مبادرة أطلقت من في سنة 2013-2014 على هذا تقريبا على هذه السنة. كانت الفكرة أنه نسوي أكبر شريط طبعا يعني بشري، أكبر شريط بشري زهري، بحكم أنه طبعا نساء أكيد جامعة الأميرة نورة. قلتي زهري يعني بريست كانسر. بالضبط بريست كانسر. كنا يعني هي الفكرة من الحملة هذه أنه هي توعية عشان عشان مرض السرطان الثدي. وفعليا ترى الحملة هذه أو المبادرة هذه دخلت موسوعة جينيس بأكبر عدد من السيدات اللي كانوا مشاركات فيها. تعرفوا شيء ثاني ولا أجيب لكم من الآخر؟ إيال. لا هنا أسمعكم مشاهدينا نتابع هذا التقرير عن نبذة في عن الأميرة ريما بنت بندر في التقرير التالي. But I will remind you what I remind them. We are not working for anyone outside of this nation. We're working for this nation, for the women of our nation, for the men of our nation, for the evolution of where we need to be. And that's how we will benefit you. That's how we will be able to. ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود، وعلى خطى الأب هي الإبنة. فلطالما استمدت كل طاقاتها ممن حولها، ألهمتها والدتها الخدمة الاجتماعية لتضع أولى الخطى لمسيرة توعية امتدت لأعوام. هدفي اليوم أني أوعي الناس على صحتهم. أدخلت الأميرة الشابة المملكة لموسوعة جينيس عبر شريط توعية نسائي محاربة بوقوفهن السرطان، واستكمالا لمشوار آثرت به بنات جنسها على نفسها، أصبحت المرأة السعودية جزء لا يتجزأ من الهرم الرياضي، وكيلة للقسم النسائي، منها إلى رئاسة للرياضة المجتمعية. ما يكفي إنه أنا أقول إن هم موجودين، أبغى العالم يشوفوهم ويشوفوا الكفاءات اللي تبيض الوجه وتشرف مو بس المملكة، العالم العربي كله. نقطة انطلاق، تحديات، عمل شاق، إلا أن النهضة توجت بالنجاح. اسمحوا لي أن أشكركم وأشكر القائمين على هذه الجائزة اللي تشرفني وتشرفنا كلنا أنه اخترتونا. تم اختيارها كأحد أكثر الأشخاص إبداعاً ضمن قائمة فاست كومباني، وفي المركز 16 لأقوى نساء العرب في فوربس الشرق الأوسط. تعين صاحبة السمو الملكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير. ها هي حفيدة الفيصل اليوم تعتلي هرم المناصب، ولتكون سفيرة المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية، مسيرة ابتدأها الجد أكملت ببذرة غرسها الوالدين ليكون حصادها ريما.
جميل جدا، شكرا على هذا التقرير زميلتنا وداد. يعني من الاشياء اللي فعلا احنا فرحانين وفخورين فيها الانجازات الرياضيه اللي قامت فيها الاميره ريما، وزي صحيح. ما بدات كمان التقرير انه هي على خطى والدها ساره. طبعا ريما بنت بندر هي بنت الامير بندر بن سلطان بن عبد العزيز، اول سفير، مش اول سفير عفوا، كان برضه سفير للولايات المتحده الامريكيه. صحيح. ايش حابين تعلق؟ يعني الأميرة ريما يعني غنية عن التعريف صراحة، هي ساهمت كثير بالرياضة وساهمت كثير أنه تثبت وجود المرأة السعودية، كلنا فخر فيها صراحة. طبعاً أكيد. طبعاً الأشياء لفتت نظري أنه هي تم اختيارها من قبل منتدى دافوس أنه هي تكون منضمة إلى برنامج القيادات العالمية الشابة، يعني هي تم اختيارها مخصوص تحديداً للموضوع ده. وطبعاً ما ننسى كلمتها اللي هي نحن لا نعمل من أجل أي شخص خارج الوطن أو خارج بلادنا، بل نحن نعمل من أجل هذا الوطن. صحيح. يعني أنا لما سمعت هذه الجملة اللي قالتها قد إيش إحنا يهمنا الشأن الداخلي قبل ما نحاول أي شيء نحاول نعكسه للشأن الخارجي، أنا كلمة واحدة أقولها إنه الله يعينها على خدمة هذا الوطن ويحفظها ويبارك فيها إن شاء الله. آمين يا رب. كلنا فخر فيها وسعيدين جدا لسمو الأميرة ريما بن بندر. مشاهدينا هطلع فاصل ومكملين معاكم باقي فقراتنا. رفت العين أو رجفان جفن العين تعتبر حالة متكررة ولا إرادية يصاب بها الشخص نتيجة التعرض للشد العصبي والضغط النفسي، بالإضافة للإجهاد المتكرر. وهذا اللي أوضحته دراسات عديدة، إيش علاقة رجفان رمش العين بالضغط النفسي؟ هنا رح نتناقش في الأستوديو مع ضيوفنا، بداية بالأخصائية الطب وجراحة العيون دكتورة إيمان شهوان، أهلا وسهلا فيك. وأيضا بالطبيب النفسي دكتور إبراهيم حمدي، أهلا وسهلا فيك. أهلا. نورتونا. أهلا وسهلا. نعرف رجفان العين في البداية عشان نأخذ أسبابه لاحقا. هو رجفان العين اللي اسمه مايوكيميا، أيليد مايوكيميا، حالة جدا منتشرة. عادة هي عبارة عن تقلصات بسيطة جدا في عضلة الجفن، عادة تأخذ عين واحدة أكثر الأحيان، الجفن السفلي، وتكون بسيطة ما لها يعني تأخذ وقت مؤقت وتروح. هل هي الرم البربشة بالعين؟ لا، اللي هي كذا لا بالضبط، هي صفتها أنها ما هي قوية كفاية أنها تحرك الجفن، هي مجرد زي الارتجافات. اهتزاز. احنا نسميها رفة. بالضبط. لو تتذكروا زمان نسميها رفة. أوكي كويس. جدا جميل. طيب خليني أسأل دكتور إبراهيم، يعني أنا أعرف أن رجفان العين هو يعني لازم نزور دكتور العيون، بس أنا ما زور، أنا معودة عيني اليمين إذا رفت يعني بتجيني خبر على كلام جداتنا. والله العظيم أنا كذا عودتها وفعليا جالسة تصير معي، ما هو أعرف أنه والله أعرف أنه وإذا حكتني يدي اليسار باخذ فلوس، بس الحين ما حكتني. فلا من جد رجفان العين دايما متعودين، يعني إذا بسأل ماما تقولي إن شاء الله خير أو بيجيكي خير. إذا اليسار أنه في البعض يتشائم منه أنه الله يستر أو شيء زي كذا. فهل هذه معتقدات صحيحة أو أنه الشخص يعني يوهم نفسه أنه لا ترى بيجيك شيء زين أو بيجيك شيء شين؟ لا، هذه المعتقدات من ناحية الطب النفسي معتقدات خاطئة جدا. أوكي. بس من ناحية المجتمع أغلبية الناس يفكر يربطها بشيء معين. أه. وتستمر العادة على هذا الشيء. بس كطبيا وطب النفسي، هو لو أنا بتكلم كطب نفسي، طب نفسي هو أصلاً فصل من فصول الطب العام والجراحة. نعم. فإحنا نفصل فيها من ناحية فانكشنال أو من ناحية عضوية أو من ناحية، فنشوف إيش الآثار، إيش السبب، إيش الأسباب. فدائماً إحنا مثلاً لو في مشاكل في العين، زملائنا في طب العيون يشوفوا الفحص الكامل، إذا ما في شيء واضح بالنسبة لهم أو الأعراض غير يعني مترابطة أو يعني ما توضح لهم بصورة غير واضحة لهم، وإذا كان في جانب يعني قلق بسيط أو قلق واضح لهم يحولوهم على الطب النفسي. أنا أسوي لهم تقييم كامل، نشوف بعدين إيش الأشياء اللي ممكن نساعدهم فيها. يعني الموضوع أكبر من الرفة طلع. أي والله فعلا، يعني في اشياء لها علاقه مثلا بعضلات واعصاب، وبعرف اكيد الدكتور ايمن حتصلح له، في اشياء يمكن تكون مشاكل نفسيه فبالتالي من اعراضها تكون هذه الرجفان. صحيح. طيب دكتور ابغى اسالك، ايش هي ابرز الامراض النفسيه او الاعراض النفسيه، ما اعرف هي اسميها اعراض ولا امراض، اللي ممكن اضطرابات اللي ممكن تسبب هذا النوع من الخلل في الاعصاب، واذا نبغى نركز على العين تحديدا؟
طيب بالعموم الاضطرابات النفسية هي مركزها الدماغ. نعم. وهي زمان كان قديما كان الاضطرابات النفسية أو الطب النفسي كان تحت علم الأعصاب. جميل. بس في الآونة الأخيرة ما تقدم الطب صار الطب النفسي تخصص فرعي لوحده. فهو مركز الدماغ يعني أي هي عبارة عن موصلات عصبية في الدماغ. معظمها وأشهرها إحنا نركز عليها دائما اضطرابات القلق والاكتئاب لها ارتباط بنيورو ترانسميتر اسمه سيروتونين ودوبامين. هذه اللي تأثر على كل أعصاب الجسم وتظهر في عدة أعراض. لأنه في بعضهم يكون عندهم عفوا يا دكتور حركة لا إرادية في اليد أو في الساق وغيرها، هل برضو هذه تعتبر من هذه الاضطرابات؟ لازم نفصل فيها، هل هي الحركة اللا إرادية هذه هل فيها شيء عضوي واضح في الدماغ؟ إذا سوينا الأشعة المقطعية، سوينا التحليل الكاملة من ناحية زملائنا في طب الأعصاب، إذا ما كان في شيء واضح حولوهم على الطب النفسي. ممكن حتى اضطرابات النوم، لو تلاحظوا في الناس اللي يحركوا رجولهم وقت النوم أو رفرفة العين وقت النوم، هذه يسووا لها دراسة نوم ويفصلوا فيها أكثر هل لها علاقة بالستيج حق السليب سايكل أو لا. جميل. طب بحكم أنه سألنا حاخد الموضوع من ناحية طبية يمكن أكثر، هل رجفان العين بالشكل ده ممكن يكون مؤشر لمرض لا قدر الله في الدماغ أو مرض في الأعصاب أو حاجة زي كده؟ بالنسبة لنا الغالبية العظمى تكون شيء مؤقت ونسميه بنائن يعني حميد. بس في علامات معينة دائما نحطها في اعتبارنا، زي مثلا وجود تقلصات في الوجه في أماكن أخرى في الوجه. هذه مثلا تدل على مرض اسمه الهيميفيشل سبازم، في مشاكل بالعصب الساعد أو تصلب اللويحي. ممكن تكون فعلا أحيانا في حالات نادرة جدا أول علامة على تصلب اللويحي. صحيح. في برضو إذا كانت العينين مع بعض وفعلا تكون شديدة لدرجة أنها تقفل العين، هذه برضو تسوي مرض اسمه الاسنشال ليفروسبازم. هذه يعني أسبابها مختلفة وتزيد عادة مع الوقت. يعني إيش الأسامي الأمراض دكتورة إيمان بالعربي؟ أيوه. نعرف إحنا بالمصطلحات العربية. هو الهيميفيشل سبازم بكل بساطة، هيميفيشل نص الوجه، والسبازم هو الشد. شد نص الوجه اللي نسمي. والبليفروسبازم الشد اللي يأخذ كل الجفون. فهذه مثلا من الأشياء اللي نحطها في الاعتبار، يعني يصير عندنا خلاص طلع من حيز رفة بسيطة إلى شيء آخر أكبر. أحيانا ممكن يكون في سبب موضعي في العين، جفاف شديد في العين، تهيج في العين، شيء زي كذا. هذه الأشياء يعني لازم يراجعون فيها الطبيب أول قبل ما أنهم يحددون زي ما أنا حددت خير وشر. بس دكتورة إيمان لو أبغى أسألك الحين، يعني إحنا نعرف أو زي ما ذكرتي أنه ممكن يكون في مؤشر خطير أنه لازم يراجعون فيه الدكتور، طيب كم المدة؟ يعني أنا لما ترفع عيني تلقيني جالسة أنه أقول خير إن شاء الله، وأنه إيه فأجلس وأتركها. يعني هي ثواني صحيحة بس ممكن بس تكون متقطعة طول اليوم. إيه فممكن تجيكي بأوقات متفرقة، متى أنا لازم أزور الدكتور إذا رفت عيني؟ صح، وزي ما قلتي فيها رينج كبير، من أنها تجي مدة دقيقة موعد ما تجي، ومن أنها ممكن تستمر أسابيع حتى شهور. بس بشكل عام تأخذ لها أسبوعين ثلاثة عادة وتروح من نفسها. أوكي. إذا استمرت شهور وكانت بطريقة فعلا تزعج الشخص، قصدك مستمرة يعني يوميا لازم تجيني هنا أنا أقلق؟ يعني كل يوم كل يومين كل ثلاثة ومستمرة وما في شيء في الحياة يفسر. أوكي. ما في سترس شديد، ما في شيء قاعد يمر الواحد فيه. صحيح. دحين تذكرت أنا ما رجعتني ثلاثة أيام ورا بعض، بس المفروض أنه أنا يعني ما أقلق، ممكن أكون نفسيا منفسة على أحد نفس. أيوة قلقانة كويس الحمد لله. طيب دكتور إبراهيم خلينا نتكلم عن علاجها نفسيا، يعني دحين قلنا أنه ممكن يكون في اضطرابات مرتبطة فيها وهذه تكون من أعراضها عفوا، كيف ممكن نعالجها؟ لازم نبحث عن الأساس في البداية. لو نبغى نقسمها يعني عرفني أنه مثلا على حسب الأقسام نأخذها قسم قسم، وإيش هي طبيعة العلاج؟ يعني مثلا هل حيكون لها علاج سلوكي أو هل حيكون لها تدريبات أو لها علاجات أدوية؟ حسب الحالة. مثلا احنا دائما ما ننظر على مثلا لو رفرفت العين فقط، نشوف إيش الأعراض المصاحبة لها. نعم. مثلا يكون عندنا الجهاز العصبي في أعراض ثانية مصاحبة، خمول، لازم نسوي فحوصات. يمكن بضيف للدكتورة ممكن نحلل الغدة. نعم. الغدة أحيانا تسبب لنا مشاكل في جفن العين أو بروز العين نفسها. أي صح. في نبحث في أشياء ثانية، بس إذا تأكدنا أنه ما في شيء حظوي واضح ننتقل على الجانب النفسي. نسوي لهم دائما إحنا نسوي لهم تقييم كامل، نتأكد هل في أعراض القلق كاملة، أعراض اكتئاب. أول ما نعرف ونشخص الحالة قلق أو اكتئاب حسب الحدة، إذا كان عندنا قلق خفيف متوسط شديد
هو اكتئاب خفيف متوسط شديد. دائما في الخفيف إلى المتوسط ما نلتجئ إلى العلاج الدوائي، لازم نبدأ بالعلاج المعرفي السلوكي أو العلاج بالجلسات. والعلاج السلوكي تخفيف الكافيين والقهوة وإضافة إلى الرياضة. رياضة لها جانب نفسي. دكتور نعم مرة صعبة، أعذرني يعني دخلت معك، بس أنه مرة صعبة يعني أنت تجلس عند ناس يعني لازم يشمون ريحة القهوة أول ما يصحون. ما قلت توقفوها، أنا قلت تخفيف. ما يخففون. تخفيف. إذا الصبح وعصر وبالليل يا دكتور، يعني نبغى كمان يعني نقول لهم شيء يقدرون عليه. تخفيف المنبهات بالعموم هي لها ترى أثر يعني سلبي كثير على الجسم. حتى القولون، حتى القولون. المنبهات بالعموم. الغازيات، الشباب الآن طايحين في الكودريد ومشروبات الطاقة، هذه لها أثر كثير على كل أعضاء الجسم. إضافة إلى الرياضة، الرياضة لها يعني دراسات كثير أثبتت في تخفيف القلق، تخفيف التوتر، تخفيف أي اضطراب نفسي، تحسين المزاج، تحسين فانكشن حق الجسم كامل. فدائما احنا ننصح فيها في البداية. جميل. إذا سووا هذه الأشياء كاملة وما كان فيها أي يعني تحسن أو تخفيف، وقتها ممكن نلجأ إلى العلاج الدوائي. نلجأ إلى العلاج الدوائي. والناس ماخذين فكرة أدوية القلق والاكتئاب أنها تسبب إدمان وتعود وتسبب مشاكل كثير. لا، معظم أدوية الاكتئاب والقلق لا تسبب إدمان ولا تعود ولا تسبب مشاكل الكبد والكلى ولا تزيد الوزن، إلا بعض الأدوية وإحنا دائما نتجنبها. بعضها تنحف، بعضها تنحف كمان، خصوصا كمان إذا أخذت يعني عن طريق طبيب بوصفة طبية. وهي طيب تخفف كل فترة. أكيد طبعا. طيب دكتورة إيمان، بعض الأحيان نقص بعض الفيتامينات في الجسم ممكن يسبب شد عضلي أو يصير فيه مشكلة، خصوصا B12 لما ينقص في الجسم بيأثر على العضلات. هل من الممكن أنه يكون نقص أحد الفيتامينات مؤشر عن طريق العين أنه روح أكشف ممكن يكون عندك نقص من نوع من أنواع الفيتامينز؟ هو بصراحة المايوكيميا بحد ذاتها ما احنا فاهمين بالضبط ليش تصير، ما نقدر نربطها فعلا بنقص بالفيتامينات. يعني حتى ربطها بالسترس وكذا هي من نوعية اللي مو سبب ونتيجة، وإنما شيء يحصل دائما نشوفه مع شيء. فيعني إلى الآن ما في فعلا ربط بين نقص في الفيتامينات مع الرجفة. طيب دكتورة إيمان، هذه الرفة إيش ممكن تسبب بعد فترة لا سمح الله؟ يعني إحنا قلنا إنه هي إذا زادت عن أكثر يعني صارت أكثر من 3 أيام معناته الواحد لازم إنه يخاف ويحرص ويتابع مع دكتور عيون. لكن إيش أكثر الأشياء اللي ممكن تسببها أذى للشخص اللي انصاب فيها؟ سواء كان في العين أو مشكلة عضوية. أيوه، هو إذا كانت فعلا إحنا تأكدنا أنها رجفان بسيط النوع المؤقت ما لها فعلا يعني أضرار أو مضاعفات على المدى البعيد. لكن طبعا دكتور إبراهيم أعرف لازم الواحد ينظر لللايف ستايل حقه، يعني هي زي الورنينج ساين. إذا استثنينا المشاكل الموضعية في العين، يعني جفاف شديد هذه لازم تتعالج. جميل. حتى جميل. الجفاف معليش أنا أحيو طبعا تخصصك يا غزل. يعني هل ممكن أنه الجفاف اللي زايد في العين ممكن في يوم من الأيام يؤدي أنه أنا أترف عيني أو عضلات عيني تتعب؟ ممكن. شكرا. انت دحين في مرحله الترميش راح تخش على مرحله ثانيه. معنا دكتور ابراهيم، اسمحي لي بس عشان هذه النقطه اللي قالتها دكتوره ايمان، معناته هي معناته مشكله نفسيه بحته، واكثر الاشخاص اللي بيصابوا فيها لو بنلاحظ او بتسمعوا الكبار في السن، يعني دائما تجي جداتنا اهالينا يجوا يقول عيني رفت، راح يجيني خبر حلو. لا، بوضح نقطه معينه، احنا دائما ما نشوف الرفه نفسها، لازم نشوف أعراض أخرى معها. ورفها لأي درجة مزعجة الشخص الشخص. فإذا كان رفها كلنا رف عادي يعني. صحيح. ممكن تكون يومها ما أنت نايم كويس، شارب قهوة شوي كثير. مزود العيار شوي في أشياء بسيطة، فدائما هذه يوم يومين أسبوع بالكثير وتروح. الشيء المستمر وفي أعراض أخرى سواء أعراض عضوية أو أعراض نفسية، والإنسان قاعد مع الوقت يفقد يعني مثلا بدأت تأثر على النظر، بدأت تأثر على تركيزه، بدأت تأثر على يعني حياته اليومية، هنا نقول لا، في مشكلة تحتاج تراجع فيها. ممكن يراجع زملائنا في طب العيون في البداية، يسووا تقييم كامل، إذا ما في شيء واضح حولوه علينا. طب نفسي على طول، طب نفسي يمكن تكون مشكلة. أنا ممكن شيء ثاني يعني. مثل إيش؟ قصدك إنه يكون يعني في مضاعفات؟ يعني ما تكون مثلاً مشكلة، ممكن تكون مشكلة عضوية لكن ما تخص العين، تخص الأعصاب، تخص المخ. أطباء العيون هم دائماً بيكونوا يعني بيبين لهم، هم دائماً هم في المقدمة، بيوضحوا بيشوفوا إيش
التخصص اللي ممكن الإنسان هذا يستفيد منه إذا هونه. ممكن يحوله على أعصاب. ممكن في لا سمح الله في أعراض ثانية تتنبأ، ممكن فيه مرض الأوتوميون ديسيز أو إذا كان في شيء ثاني ممكن يحولوا على الأعصاب يسولهم فل يعني تقييم كامل. إيش المرض اللي أنت قلته بالإنجليزي؟ عربي يا جماعة يعني عشان الواحد بس يقرأ عنه. اضطرابات المناعة مثلها اضطرابات المناعة ممكن تسبب الذئبة الحمراء، بهجات حمى البحر المتوسط قصدك؟ لا لا، اضطرابات المناعة اللي هي الإسلي اللي هي الذئبة الحمراء والإم إس التصلب. أحيانا يكون مثلا عندهم ضعف في الأعصاب بس يبان في النظر او في اعراض ثانيه يمكن بالنظر والاشياء هذه. طيب اذا ممكن ابغى اسال الدكتوره ايمان وكمان الدكتور ابراهيم، في بعض الاشخاص وانا من ضمنهم نهمل هالحاجه هذه، طيب لما اهملها ايش ممكن تؤدي؟ ايش الاشياء اللي ممكن تسويها بعدين؟ الرجفان بحد ذاته ما حيؤدي ان شاء الله شيء. اوكي، بس الستريس اللي وراء اللي وصل لحد الرجفان هو اللي ممكن يسوي لها لسته طويله بالمشاكل اللي تحصل بسبب الستريس. جميل. طيب دكتور ايمان، يعني في بعض الدكاتره يلجؤوا الى علاج الاعصاب حوالين العين بابر البوتوكس، هل هذا العلاج المؤقت ممكن انه يخفف شويه من الرجفان اذا هي كانت مثلا مستمره تيجي على فترات متقطعه؟ بالضبط. هو الاوبشن الوحيد الخيار الوحيد اللي عندنا هو فعلا البوتوكس للناس اللي المشكلة احنا استثنينا الأشياء الثانية والمشكلة مستمرة معهم فعلا طايقهم في حياتهم. في هالحالة ممكن نعطي بوتوكس انجكشن أو البوترينيوم توكسين. في الغالب مرة واحدة تكون حالة للمشكلة. جميل، لأنه كمان في بعض الأعراض يمكن يعني أنا على حسب ما كنت أشوف وأبحث عن هذا الموضوع، في بعض الناس اللي تكون عندهم أورام في الدماغ ممكن برضو نفس الشيء تأثر على العين وعصب العين وجفن العين. أيوه صح. فبالتالي لازم في البداية زي ما تفضلتي وقلتي أنه يكون المدخل من عندك وبعد كده تتم الفحوصات ويتم التشخيص بشكل أدق. طيب دكتور، كنت أبغى أسألك يعني بعد ما تتم هذه الرجفة لو ما كان لها أسباب ممكن بعضها تسبب ردة فعل نفسية، الانزعاج وهذا الأرق والقلق منها، كيف ممكن مثلا يتم التعامل معها؟ يعني أنا مثلا ما عندي عرض نفسي لكن عندي هذه الرجفة، فبالتالي كنت هي أكثر تضايقني فممكن مؤثر على حياتك؟ بصراحة أيوة، يعني ممكن حتى أغمض واحدة منهم من كثر ما تزعجني ممكن اغمض واحده. انا احس انه ارهاق، انا اشعر. أوكي. بس هذا التشخيص الشخصي. أوكي. عرفت، فاشعر انه يكون ارهاق. لو كان ارهاق خلاص يبدا الواحد يعني ينظم اسلوبه، يعني احنا نسميه لايف ستايل موديفيكيشن، اسلوب حياته كامل، تخفيف الكافي مره ثانيه اعيد وازيد. أيه. تخفيف المنبهات، النوم الكامل، رياضه تساعد في تخفيف التوتر النفسي. وانا اسوي رياضه واشرب قهوه فبحاول اني اعمل موازنه. ما عمي خبصت الدنيا. بالضبط. طيب دكتورة إيمان، لو مثلا قلنا كحل مؤقت نبغى نحاول يعني انه شخص سليم ما عنده اي حاجه اموره تمام ومتضايق من الرجفه دي، في مثلا لو مثلا عمل كمادات مويه دافيه او حاجه زي كده ممكن تهدي الوضع غير البوتوكس؟ طبعا ممكن فعلا، في كثير من الاحيان مجرد انك تمسجها شوي يخليها توقف. وعلى فكره ترى الشخص اللي مصاب فيها يحس انها اكثر بكثير من الناس تشوف، يعني يحس ان شيء واضح. صح. مره وان جسمه واضح. يا دكتوره انت يعني ما انت شفتني انا جالسه برمش. انا بالنسبه لي ما لها. طب كويس فعلا بالنسبه لنا ما كانت. اوكي، لكن الشخص يحس اكثر بكثير من ما هو. الله يطمنكم. صح. دكتورة إيمان ودكتور إبراهيم، أنا أشكر تواجدكم معنا اليوم، نورتونا من جد، أسريتونا وعطيتونا معلومات كويسة عن الرفة غير أنها تجيب أخبار حلوة. أعطيكم ألف عافية. شكرا لكم. مجددين نطلع فاصل بس مكملين معكم. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، واسمحوا لي اسال زميلاتي قبل ان نكمل او نتكلم عن هذه الفقره. فريض مره ما تضحك. واضح جدا انه انت مو رياضيه. ايوه، لانه انا على زميلتي اللي جنبي، الشخصيات اللي كانت زميلتي اللي جنبي اللي اشتركت في نادي ما راحت الا بس اسبوع. رحت بس مو لازم اقول انه انا رايحه وانا جايه. رحت اسالك بالله؟ رحت والله رحت. إلا راحت أول كم مرة؟ لا رحت يعني ما حسبت بس بحاول نعمل. ممكن مو لازم تروح أقول لك. لا كنت يا جماعة أنا رايحة الجامعة، يا جماعة أنا خرجت. وتعرفي كنت بتحمس معاك إنك كنت بسوي دعاية للمحل بس خلاص خلصت الفلوس. لا بمزح ترى. تعرفي إيش المفروض كلنا
طيب كيف ربطة المعلم على أساس إنه إحنا نشجع بعض؟ ما أنا حب ده الموضوع ده. خير. إن شاء الله متى؟ إيش بدأتوا؟ بدأتي؟ إيش نوع الرياضة طيب يا رند اللي أنت حابة تبدأيها كمان؟ لا أنا أحب المشي يعني من الرياضات. خاصة. أما إنه أنا أشترك بنادي. والله ما هتغير رند ترى من أول السيزون أنت تبغى تمشي بس. خلاص عارفة. أنا أحب المشي يعني. أنا أعرف نفسي عرفتي خلاص بما إني جالسة أمشي فأنا كل شيء جالس يتحرك فيني كل جسمك جالس يتحرك غير كذا إنه أنت تطلعي الطاقة السلبية اللي فيكي حتى لو كنت مثلا تفكرين في أشياء صح. مرة تجيب لك الغام صح. فهنا تطلعينا أيوة. بالمشي من جد والله اجلسي 45 دقيقة بالضبط بس ماشي بس يعني كويس انه هي مستمرة يعني هي رياضة وفي نفس الوقت تقدر تحرقي فيها دهون وكمان من جد بتفرغ ستريس وتفرغي يعني كذا سلبيات كثير تحسي صدرك منشرح انه انت جالسة تتحركين تمشين من جد والله يعني ليت تجربونه انا احب المشي كمان انا المهم اني ما اجري يعني لا ما تجرين ايوه بس احنا ايوه المشي عندنا مره انا بالنسبه لي لو كان مثلا متوفر لي في مسبح يعني كان ممكن انه انا من جد من الرياضات اللي احبها السباحه بس بيتي صغير ما في مسبح عشان كذا ما بسويها هنجيب لك مسبح يا حبيبي أوكي. هجيب لك العوامات هذيك حقت الاطفال الدائريه اهم شيء حوشك كبير انا احب الكارديو واحب كمان الاوزان ما احب السير وهذه الاشياء بس انا استعملها مثلا 5 مينت عشان زي ما يقولوا شغلوا البطاريه القلب فتقدر انك مثلا تحرقي كالوري او انك توظف العضلات بالطريقه اللي تبغيها بحكم انه انا مو قاعده انزل وزن بالعكس قاعده ابني عضل فمهم اني اشتغل على الاوزان كثير بس نتكلم وما ننفذ صح انا حاخذك معايا بعد كذا بعد شهر حاخذك معايا شوف انت الان ايش حيجيك انا ابغاك تشوفي الان ايش حيجيك عبيره تفضلي طيب خلينا نشوف كمان زميلتنا غزه بما انها بدات تهدد كمان رؤى يعني واضح ان فقرتنا هذه راح تكون عن الرياضه وزي ما احنا عارفين انه دائم برنامج سيدتي برنامج سباق في كل ما يدعم المراه العربيه على جميع الاصعده ولانه دائم المشوار يبدا بخطوه اطلق برنامج سيدتي هاشتاج تحدي سيدتي الرياضي اللي يجي في إطار تشجيع السيدات على اتخاذ الرياضة هو المناسبة كنمط حياة الحين لا تتضارب خلونا نشوف التقرير نتابع المشاهدين كلنا نعرف أن الرياضة لها دور جدا كبير ومهم في تحسين نمط حياتنا تحمينا من الكثير وتقينا من الكثير من الأمراض اللي صارت منتشرة في العصر هذا إحنا هنا من برنامج سيدتي قررنا نطلق تحدي جديد هو تحدي السيدة الرياضي أنا أول واحدة راح أقوم فيه وأتمنى منكم جميعا أنكم أنتوا تقوموا معنا بهذا التحدي كلنا نعرف أن الرياضة جدا مهمة دقيقتين في اليوم راح تحمينا من العديد من الأمراض التحدي اللي نسويه اليوم زميلاتي اللي هو 3 تمارين سكوات الجامبن جاك النياب هاي التمارين لو سويتيها في اليوم راح تساعدك انك تحركي الدوره الدمويه ومن بعدي ارشح زميلتي رؤى ريان خليني أصف النظر يا جماعة لأنه حطت رؤى ريان قدام المجد أنت شو أنا كيف جالسة أنا انتهجت ما قالت لأحد ما قالت غزل ما قالت لأحد ما قالت أحد أفضل هي تسوي كده أنا عرفت يعني أوكي أنا أشكرك بصراحة على هذا التحدي لأنه أكيد 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 أنا يعني موافقة عليه أوكي وانت طلبتيها دقيقتين انا حاطيها حاطيكي انا ساعه من عندي لا انا ما انت اديها لي اللي بعدك لا انا خلصت انا اول واحده بدات بس دقيقتين ممكن تعطيها رند الساعه انت عارف ايش اسوي رند اوريدي رند اوريدي 45 دقيقه خلاص 45 دقيقه بس بصراحه يعني 15 دقيقه مره وفقتي في موضوع الحاجه دحين هو هاشتاج تحدي سيدتي الرياضي كل سيدة أو إحنا دحين بداية منك تبغى كل واحدة تسوي رياضة أنا أختار اليوغا اوكي اللي هترشحني يعني فانا هترشح اليوغا كلها 5 دقائق وشمعتين بحطوا الموضوع بحكم الوضع الصحي لكن ايش سويتي بالضبط ابغاكي؟ هذه ترى هذا الشيء انا كنت متخيلته انه هو يعني حاجه سهله لا ابدا بس الحبل ده مره ثقيل طبعا حاولت طبعا هي مسكينه المدربه يعني مره تعبت معايا اعملي كده وانزلي واطلعي وطريقه مسكتك للحبل غلط يعني هي بتتكلم في ناحيه
بس وانا بعمل في ناحيه ثانيه. اديكي معلومه اللي كنت قاعده تسويه هذا كروسفيت، هذا يعني نوع مختلف من الرياضات غير الرياضات. انا ما اعمل كروسفيت، هي عندها معلومات. انا ما اسوي كروسفيت لان الكروسفيت يبغى له لياقه بدنيه، يعني ديناصور وقاعد بيسوي التمارين. شفنا الزغبه في الفيديو كليب، فيديو كليب مدينا حبل خفيف في الليل. لا ممكن. يعني احنا بنعمل اعمل اللي تقدري عليه. هي بس الفكره انه لما احنا اطلقنا التحدي ده من برنامج سيدتي انه بنات دقيقتين 5 دقائق ما راح تأثر. رندا ما شاء الله بتمشي 45 دقيقة تمشي معاكي بعدك تاخذ التحدي. والله تعالي أعطي رندا. ماشي رندا كثير تنبسط. خلاص غششين ايش التحدي اللي تبغيه؟ بس انا ما عرفت ايش اللي طالبه مني. رياضة مفتوحة، رياضة اي حاجة، رياضة لمدة 5 دقائق اعمليها. صوريها وحط اعطينا هي عشان ننشرها عشان نحمس الناس. ما طلبت شيء. ما تمشي 45 دقيقة وصورك وطلعك تقرير حبيبتي تحدي ده. خلاص طيب ابشر يلا. اسمعي خليني انا رايي انك توافقي الحين قبل ما الجو يبدا يحر. عرفتي هي موافقه اصلا ما شاء الله حبيبتي. عرفتي لانه يعني مخيره مش مسيره ولا ايش بيقولوا؟ مش مخيره. طيب بس ابغى اعرف ايش نوع الرياضه اللي هتسويها. ما اعرف عادي. مفتوح ما عندي مشكله. انت ما تختاري شيء معين؟ انت في شيء في راسك؟ لا خلاص الحمد لله انا حددت يوغا يا جماعه الخير. انت حددتي يوغا؟ في يوغا عشان خلينا نطلبها شيء. عموما يعني انا شايفه هذا نوع تحدي موفق. يعني كثير كنا بنتكلم عن الرياضه، بالعكس يمكن حتى لو انا كنت مثلا متراخيه خلال الاسبوعين الماضيه، هذا اعتراف، ممكن انك ترجعي ثاني مره ترشطيني وتشجعيني وادخل مره ثانيه طالما الموضوع فيه تحدي. والله انا مره عجبني، يعني انا نفسي من جد من جد، يعني انا بعترف الاعتراف ده على الهواء. انا نفسي من جد انه انا نفسي يكون عندي لياقه، لانه ما شاء الله تبارك الله لما شفت كيف البنات في النادي وبيلعبوا بيتنطنطوا، انا اللي بس كده عملتها معاها حاجتين كده حسيت نفسي ان انا بموت وبناهج. يلا وصلنا الخاتمه يا جماعه. لا يا شيخه. انا واحده اللي تفكيري كده بصراحه. ايوه نفسي كمان لازم. طيب تعرفوا تقدروا تعطونا معلومات اكثر عن الهاشتاج؟ ممكن سيدات يشاركوا فيه. اي احد حابب يشارك في الهاشتاج ده يقدر يشارك، بس طبعا انا عشانكم انتم زميلاتي وامون عليكم واحنا نبدا يعني ايوه واورطكم وزي كده يعني، واحنا ممكن عن خلالنا ومن طريقنا نحمس البنات. طبعا عن طريقنا ومن خلالنا غدا. عن طريقنا ومن خلالنا اللي المهم انه البنات ممكن يتحمسوا معنا. فعلا فعلا ممكن الكل يشارك في هذا الهاشتاج ويصير مثلا بارت اوف من بعض الرياضات اللي هم يسووها ويصير في بيناتهم تحدي ويتحدوا ناس ثانيين. لكن كمان كنت بتكلم عن السيدات اللي مثلا يكونوا كبار في السن او عندهم مشاكل في المفاصل. لا التمارين الرياضية والأوزان في الموية كثير تكون خفيفة وفي نفس الوقت تساعدك كثير على الحركة. أسمع إحنا نعمل حلو. هي دحين أنا عملت وهي بعدي حتختارك أنت بعد ما تختاري أرجع اختاريها هي. أوكي. لأنه الظاهر إن هي عندها معلومات رياضية. أنا اللي وصلت الحلقة بيناتنا إن شاء الله. بس خلونا نتكلم شوي عن تحدي هاشتاج سيدتي. تحدي سيدتي الرياضي، يعني إحنا ما نقتصر بس على البنات، إحنا كمان نبغى الشباب يشاركون فيه. نبغاكم تتحدون أصحابكم أوزان أي شيء ثاني، أهم شيء يكون رياضي. حتى لو كان مثلا رياضة المشي، مش المشي اللي يركضون فيها كذا، جري الجري يعني هيركض كده. هو اركضوا وصوروا لنا من جد، تحدوا بعض، خلونا شوي ننبسط بالهاشتاج وغير كذا نستفيد. يلا اشياء مره حلوه من جد. يعني حبيت بصراحه. ايوه انا انت ان اوريدي ما انا حطيتك ان يعني انت غصب عنك ما في مجال مخير مش مخير بالضبط. ممكن نطلع فاصل؟ يلا نطلع فاصل حبيبي. فيش خلق وفي شيء رياضي ثاني؟ لا لا خلاص جايين نطلع فاصل ومكملين معاكم باقي فقراتنا. رياضة النبلاء هي رياضة تعلمنا التركيز والدقة، لم تلقى رياضة المبارزة الاهتمام اللازم قبل تأسيس الاتحاد السعودي للمبارزة. والأمر الأجمل اللي احنا صرنا نشوفه كثير دخول سيدات في هذا المجال، وطبعا سعداء باستقبالهم في الاستوديو طبعا ضيوفنا مبارزات وأيضا على رأسهم رئيس الاتحاد. أرحب فيك أستاذ أحمد الصبان. أنا أشكركم على إعطائنا الفرصة أنه نعرف برياضة رياضتنا اللي ما هي جديدة في المملكة وببناتي البطلات. طبعا هنرحب فيهم كمان واحدة واحدة. أول شيء أرحب فيك حسنا المرة الثانية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. نورتينا. وأيضا ربا. أهلا وسهلا. وفوزية نورتونا.
أستاذ أحمد هنبدأ معك. طبعاً أنا متكلم في البداية عن رياضة المبارزة بشكل عام ودخولها المملكة العربية السعودية وبالأخص توجه الفتيات السعوديات لها. طبعاً تاريخ المبارزة السعودية قديم في المملكة، بدأ في بداية أو نهاية الستينات، بدأت ممارستها في مدارس اسمها السبع القصور في جدة. تأسس الاتحاد السعودي أو الجمعية السعودية للمبارزة عام 72، ترأسها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد رحمة الله عليه. بعد كذا عام 75 تأسس الاتحاد السعودي للمبارزة، ترأسه صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز، وبعد كذا سار الأمير حمود بن عبد العزيز وجاء الوليد بن بدر ولين ما جاء دوري. فالمبارزة السعودية لها تاريخ عريق في البلد وقديمة. طبعا المبارزة مرت بمراحل كجميع الرياضات، كان في فترة كانت عالية وبعدين صار فيه هبوط. صحيح، يعني مرينا بمرحلة الهبوط هذه، يمكن عشان كذا قليل ما كنا نسمع عنها، خصوصا لما كنا احنا الراهق او لما كانوا اهلنا كمان يقولوا لنا انه في انواع يمكن من ما كان في سوشيال ميديا، كانت موجودة. انا كنت العب يعني وكنت بطل مملكة وكان في بطولات. انا اول مرة ترى، عشان كذا بقول اوكي ما شاء الله انت كنت بتلعب كمان عشان كذا رئيس الاتحاد. جميل جدا. طيب أستاذ أحمد، الآن فين تشوف صار وضع رياضة المبارزة؟ فين وصلت وفين ممكن توصل؟ طبعا أنا مش جديد، كنت على الاتحاد المبارزة، أنا كنت عضو مجلس إدارة بعد النائب رئيس وبعدين صرت رئيس، فكنت شايف المشكلة وين يعني في الفترة الماضية. في السنة اللي أنا الآن لي رئيس حاولت أحل جزء من المشاكل بدعم الهيئة. عندنا مشاكل كثير يعني عشان نوصل للأهداف اللي احنا نبغاها، وحطينا خطة قصيرة وطويلة المدى اللي هي إعداد 22 ألعاب الأسيوية و 2024 اللي هي الأولمبياد فرنسا، وفي برنامج يعني حنحاول أنه نتأهل لطوكيو، أنه صعب شوية بس أنه حنحاول يعني ما حنيأس لأنه ما في شيء صعب. نعم إن شاء الله بإذن الله. أتكلمت عن فترة هبوط أو فترة خمول لرياضة المبارزة، كانت إيش أسبابها لو تذكر لنا هي؟ والله أنا كلاعب اعتزلت عام 97 فابتعدت عن اللعبة. فهل هو عدم إقبال، عدم تسويق؟ لأنه أنا دائما أعتقد، وهذا رأيي الخاص طبعا، أنه الداعم الأول لتطوير أي رياضة أو مهارة المنزل. فإذا البيت ما دعم الأولاد يصيروا أبطال، يمكن هذه الفترة يعني. يعني أنا أول هدف حطيته في الاتحاد أو كفريق عمل، كيف نبدأ من العائلة تدعم البطل، لأنه البنات صغار أو الأولاد اللي صغار إذا ما دعموا حيوصلوا فترة وحيبطلوا، فأنا بطلعها بطلة يعني أو بطل. أكيد. فهي البيت نمبر وان، فأعتقد أنه صار دعم من العائلة هو اللي ساعدنا صراحة. طيب بحكم أنك أنت ذكرت البيت، يعني أنا مثلا من متى أبدأ أركز على طفلي أنه ممكن أدخله رياضة المبارزة، في حدود كم؟ يعني إحنا بدأنا الآن نستقبل من 7-8 سنين يبدأوا يعني نعلموا المبادئ، نحببوا في اللعبة. هو طبعا من عمر 10 سنين يبدأ يستوعب أكثر، ومن هنا يبدأ البطل. يعني أنا بديت ألعب من عمر 10 سنين ترى يعني. 10 سنين ما شاء الله. طيب نسأل الأبطال أو البطلات اللي معانا اليوم، من أي عمر أنتوا بدأتوا كده تبارزوا وإيش معنى المبارزة؟ يعني سؤال ليكم، هنبدأ من حسنة. أنا بدأت من عمر 14 قبل يمكن 8 شهور، وبدأت عشان أمي قالت لي أجربه بعدين عجبني. أوكي كويس إنه كمان والدتها قالت تجرب، وهذا شيء حلو. بالنسبة لك فوزية؟ أنا بدأت قبل تقريبا 7 شهور. 7 شهور كان عمري 12، وأول ما دخلتها حبيتها يعني عجبتك الفكرة؟ أيوه. جميل. أنا بدأتها من سن 18 سنة، قبل 8 شهور تقريبا كلنا بدأنا سوا. هو كان في الصيف، كان في بدأوا بالبرنامج المبارز الأولمبي الصيفي، فوالدي بحكم أنه كان لاعب في المنتخب يعني والدها زميلي كانوا بطل عربي يعني. أوكي ما شاء الله. معها فحمسني يعني عليها وقال لي فرصتك، فدخلت الحمد لله واللعبة صارت إدمان. حلو جدا. حسنا أنت ما شاء الله تبارك الله فزتي بالميدالية الذهبية في بطولة الكويت، البطولة العربية. البطولة العربية اللي أقيمت في الكويت. بس الحلو في الموضوع أنك أنت فزتي تحت السن، لا فوق يعني، هي بطولة تحت 20. تحت 20 أيوة أنت فزتي فيها، أخذت المركز الأول. كيف إيش عملتي؟ إيش كان أحساس؟ أنا كنت وراك يعني. لا أكيد طبعا، يعني أنت متخيل أستاذ أحمد أنه ما شاء الله تبارك الله لما يكون رئيس اتحاد هو بنفسه بيشرف على الموضوع وبيشوف البنات وبيشوف الأطفال وبيشوف والله هي عشق صراحة. هي عشق، أنا أعشق اللعبة
يعني انا يعني والدي كان يلعب يعني ف يعني من يعني يمكن اقدم صوره في الاتحاد المبارز هي صوره والدي، هي الصوره القديمه اللي لقيناها يعني قبل تاسيس الاتحاد. شيء مره حلو. فانا احب المبارزه وهذول بناتي والاولاد عيالي لانه انا اولادي اكبر منهم. الله يخليهم لك. حسنه جاوبيني، كيف كان احساسك انت لما فزتي بالجائزه واخذتي الميداليه الذهبيه؟ كان احساس مره حلو، لان اصلا قبله بيوم كنت خسرت اخذت الفضيه ودخلت اكتئاب ومره يعني كنت مره زعلانه، وبعدين الحمد لله كان لي تحت 20 يعني شديت على نفسي والحمد لله فزت الاول. جميل جدا، نتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله وراح ترفعوا راسنا، هذا الشيء احنا اكيد عارفينه وهنفتخر فيه باذن الله. لكن استاذ احمد اغلبهم 7 شهور الوقت متقارب. كان من ضمن سؤالي لك في اول ما بدات معك انه دخول البنات لهذه المبارزه او لهذا النوع من انواع رياضه المبارزه كيف كانت او متى بدات؟ طيب ايش الاسباب وراء دخولها؟ احنا طبعا بدات المبارزه السعوديه من عام اول مشاركه نسائيه كانت 2016، ولكن كانت يعني بطريقه غير رسميه او مش غير رسميه غير معلنه. بحكم انه اللجنه الاولمبيه كانت تفرض انه الدول اللي تشارك في اي اولمبيك جيم يكون عندها بنات وشباب. يمكن كلنا نعرف انه في اللاعبه لبنى العمير شاركت في الالعاب الاولمبيه. كان الاعداد للعبة لبنى ما كان الاعداد الجيد صراحه، لانه عشان رحنا عشان بس مجرد انه نسكت اللجنه الاولمبيه. لما انحطت البرنامج الرؤية وكيف تمكين البنات وحطينا برنامج صراحة، أنا ما كنت يعني ما كنت متسرع إني أنا أظهر البنات مجرد إلى مجرد وجود بنات صراحة. أنا يا طلعهم بطل، وأنا عندي حطينا كي بي آي للموضوع، وبدينا في رمضان أعتقد صح يا بنات؟ إي صح يعني بدينا مركز الرياض في رمضان، والمتابعة والبرنامج والمشاركات صراحة. أنا أقول رأيي بصراحة، ما توقعت أنه عندنا الموهبة والتعلم بهذه السرعة، يعني الآن مستوياتهم أكثر ما أنا كنت متوقع. يعني ما شاء الله عليك أستاذ أحمد، حطيت خطة كاملة. نعم. من البداية صحيح. مقر اللي رح يتم فيه التدريب من المدربين، وأنت أيضا أنا أعتقد أنه أنت متابع معاهم، أنت ممكن تكون موجود تقريبا بشكل يومي. أنا تعبت صراحة يعني لي يعني في ناس كثير يحسب اتحاد المبارزة تأسس لي سنة يعني بحكم أني أنا تابع وفعلنا حسابات الاتحاد في السوشيال ميديا وبكون معهم، يعني حتى لما بيخسروا بقعد اتكلم مع ربا ولا حسنة ولا فوزية اولاد او بنات شخصيا واقول لهم تجربتي يعني ايش بيقول لكم ايش بيقول اشياء كثير ايش بيقول لكم لما يكون لما واحدة فيكم مثلا ما تجيب الذهبية؟ هنا في اثنين اساليهم لان هم هذول كان عندي مشكلة معاهم في اللي ما تجيب الذهبية وتجيب الفضية ربا وحسنة، وحتى لو كنت بتلعبي عادي مع احد زملائك مثلا وخسرتي ايش بيقول لك استاذ احمد؟ المبارز اول شيء مره انت فوق مره انت تحت، مره انت تخسر مره انت تفوزي. فهو قال لنا انه هو مر في كل هذا وهذا اول خطوه لنا، يعني احنا لسه قاعدين نطلع اول ستيب يعني من المبارزه، وطبعا دعمه وتشجيعه لنا في وقت اللعب يعني ما. طب واكثر كلمه يا حسنه كذا اثرت فيكي قالها استاذ احمد؟ يعني رئيس الاتحاد قبل الذهبيه بيوم، يعني كلمه كذا كل ما تتذكريها اللي قبل الذهبيه بيوم ايش قال لك؟ اللي قبل الذهبيه بيوم هذه هي نسيت انا بس كلام كثير اكيد كلمك قبلها قبل المباراه حقتك قاعد يكلمني ويقول لي انه لا تزعلي انه انت يعني اللي سويتيه مره كويس الحمد لله. وانه اكيد حسنة انت لو ما فزتي مثلا الان اكيد في مباريات وفي مسابقات ثانيه، بس فوزيه خليني اسالك انت مثلا بتطلع من بيتك بتيجي على المحل اللي انت بتتدربي فيه، كيف تشوفي لما مثلا رئيس الاتحاد بنفسه بيجي وبيتكلم معك وبينصحك وبيعطيكي نصائح وارشادات، ايش احساسك انت وقتها؟ حس زي يعني زي ابوي يا حياتي، يجي وينصحني ويقول لي ويعلمني حتى على اكلهم، هذه يقول لي هذه لا تاكلي وسوي اكسرسايز يعني في لان انا عشت الحياه دي صراحه. انا كنت حتى ايام المبارزه كنت العب كنت اخذ الموضوع بروفيشنال قبل ما يكون في احتراف في السعوديه، يعني اعرف متى توقيتي وايش اكل وكيف اتمرن، فانا كنت اخذها. انا يمكن الرئيس الوحيد اللي الان العب بطولتين في السنه. نعم. والعب مع البنات مركز جدة أول ما فتح أنا كنت أمرن بنفسي يعني
فمسوي مركز جده فاتح كمان مركز جده كمان فاتح من رمضان يعني من لا مركز جده لي شهرين الان لا شهرين نعم. كمان في بنات هي في بنات وبنتي تلعب طبعا بنتي الصغيره عمرها 11 سنه ما شاء الله تبارك الله طب انا ابغى انا بنتي الجيل الثالث في عائلتنا ما شاء الله بالعكس حاجه حلوه كده انتم بتورثوا لعب البعض انا ابغاك تحكيني انت استاذ احمد عن قصتك او عن حبك وشغفك للرياضة دي يعني أنت أكيد بشكل أو بآخر كنت ملهم لحسنة لفوزية لربا بس ممكن الكلام اللي أنت الآن تقوله من خلال برنامج سيدتي يحفز بنات كثيرة ممكن صحيح. تكون جالسة بتتابعنا يعني صراحة البنات السعوديات عندهم موهبة مدفونة لازم هم كل واحدة تكتشف موهبتها والدعم من العائلة يعني أنا كل البنات أقول لهم إحنا الآن في الخطوة الصغيرة يعني حتى ادعمهم في السوشيال ميديا نكتب احيانا مقالات هم ما يعرفون ايش اقصد احنا خطوه صغيره نحو الهدف الاكبر الهدف الاكبر اولمبيك جيم ومن غير مزح يعني انا ما امزح يعني انا لما اقول اولمبيك جيم اعرف انه انا حاط ان شاء الله برنامج وتوفيق الله انه اشوفهم في الاولمبياد وحاط برنامج ان شاء الله 2024 اللي هي اولمبياد فرنسا يكونوا موجودين في اولمبيك جيم يعني ايش رايكم انتم بالنسبة إنه أنتوا تدخلوا الأولمبياد حقت فرنسا؟ أول شيء هذا هدفنا يعني. هذا أول شيء. ما خفتوا؟ يعني لما قال لكم أنا ما أمزح نبغى الأولمبيك نبغى الأولمبيك. لا بالعكس تشجيع وقوة إصرار يعني. فوزية. لازم نشد على نفسنا. إيه. ما خفت. فوزية دائما هادية. أنا خفت. أنا. حسيتي بمسؤولية. إيه. صح؟ لأنه هي المسؤولية أول شيء إحنا بنمثل الوطن. صح. رياضة أنا أحبها أبغاها تكون في أعلى يعني أنا أعتقد أنه أنا هدفي الأول مع فريق العمل أنه نحط الممارسة السعودية على الخارطة العالمية وما أقدر أسويها زي ما هم أولاد أو بنات أنا ما بركز على البنات أولاد وعندنا لاعبين موهوبين عندنا بنات موهوبات ما الدول المجاورة ما هي أفضل مننا ولكن صح. نقدر ومين أفضل دائما فريق الأولاد في الاتحاد ولا البنات؟ خلينا نتكلم لا لوجيك لأنه الـ 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 الأولاد لهم سنين صحيح. ومشاركاتهم أكثر ولكن البنات أقوياء البنات أقوياء صراحة يعني على الفترة القصيرة لكن من يوم حطينا أهداف المبارزة السعودية ركزت على الفئات السنية لأنهم المستقبل جميل. ما أهملت الكبار أعطيتهم فرصة وأعطيتهم آخر فرصة 2020 هذا انا ما اهدد ولكن انا عارف ايش اقول 2020 اللي ما حينجح لا يضيع لي وقتي انا عندي مواهب الان يعني عندي لاعب اسمه علي البحراني راح بوين هذا ريو دي بونيس ايريس لاعب موهوب عندي لاعبين كثير صغار حينافسوكم الان اذا انت ما تثبت نفسك ترى عندي جيل حيطلع حينافس الصغار حينافس الكبار طيب احنا اكيد مكملين معك استاذ احمد نبغى نعرف الخطه القادمه باذن الله ايش راح تكون ولكن مشاهدينا بعد الفاصل رجعنا لكم مشاهدينا واكيد مكملين فقرتنا عن المبارزه استاذ احمد صبان رئيس الاتحاد السعودي اكيد نبغى نسالك الخطه القادمه للمبارزه السعوديه في المملكه طبعا انتم ناويين تدخلوا الاولمبياد وهذا شيء انت ان شاء الله ان شاء الله وحابب وحابه بس ايش ناوي تسوي خطه او اهداف زي ما انت قلت كمان 2020 ناوي على شيء طبعا في بدايه تشكيل الاتحاد الحالي رجعنا للمبارزة لمدينة الرياض اللي هي تقريبا مختفية لها 15 سنة هذا نجاح نعتبره للجميع حالة رجعنا المبارزة مدينة جدة اللي لها 20 سنة موجود غير موجودة الآن نبغى يعني في فترة اللي كنت ألعب فيها كان عندنا 33 نادي وهيئة عندنا 1500 لاعب مبارز اليوم العدد غير صحيح مو موجود عندي 300 لاعب عندي 7 مراكز تخيلي يعني انتشار المراكز يزيد انتاج المواهب وهذا كان موجود كان عندنا مواهب عاليه تخيل احنا كمنتخب سعودي شاركنا في اولمبياد 84 لوس انجلوس شاركنا في 92 في برشلونه اولمبياد ومن 92 اول مشاركه في بوينس ايرس تخيل في فجوه لانه هذاك الجيل حقي اللي هو كان مشارك في ذيك الفتره من هذاك الفتره لين علي الحمد لله انه هي في فترتنا يعني او هو للمبارزه السعوديه بس فتره طويله ليش احنا اختفينا عن ليش صرنا ضعاف في اسيا مع انه احنا كنا اقوياء ليش صرنا ضعاف عربيا مع انه كنا احنا من اقوى 3 دول فالان بدينا يعني انا اعتقد البطوله العربيه في الكويت
كانت بنش مارك لنا سلطت الضوء علينا. يعني الناس حتى الدول العربية خلينا نتكلم بدأوا يشوفوا التغير في مباراة السعودية في المواهب. صحيح. صرنا ننافسهم. يعني زي ما البنات حققوا ميداليات، الأولاد صراحة يعني جبنا تحت 20 ذهبية، فرق جبنا ذهبية وفزنا على الكويت اللي هم مستضيفين البطولة. جميل. الكويت يعني قبل سنة كانوا ترى البون مرة بيننا وبينهم واسع، هم كانوا أحسن مننا. المنافسة حلوة. يعني الدول العربية اللي متفوقة في المبارزة اللي هي مصر وتونس والكويت، بدأنا ننافسهم، هذا إنجاز. جميل. طيب جميل أستاذ أحمد، أنا حسألك السؤال وحسأل كمان برضو للبنات مرة واحدة، تأثير دخول العائلات والسماح بدخول العائلات مع أبنائهم وبناتهم أثناء التدريبات أو حتى في وقت البطولات، قد إيش دعمهم وقد إيش أنتوا بنات دعمكم وجود عائلاتكم معاكم؟ أنا من وجهة نظري واللي بشوفه وأخرتها بطولة تحت 11 سنة، تحسي بعائلة كبيرة، المبارزة عائلة كبيرة، الأم والأب والأبناء وأنا معاهم والمجلس الإدارة بس ما في قروشة؟ معلش أنا موافق، أنا موافق، أنا بقول لك عائلة كبيرة. يعني أنا أعرف أولياء أمورهم وأمهاتهم وبنتناقش وبنتكلم، وهذا هيلثي. يعني حلو العلاقة بينك وبينهم، إنه أنتوا تقدروا توضحوا البعض إيش ناقص حسنة، إيش ناقص ربع، إيش يعني. حتى أحيانا في مشاكل يمكن كلاعبات خاصة فيهم، أبهاتهم وأمهاتهم ممكن تتحل المشكلة معهم، يعني يمكن يسمعوا لك أكثر مننا. ممكن. فإحنا صرنا عائلة المبارزة، عائلة كبيرة، أنا سعيد فيها. يا رب تكبر وتزيد حسنة. كيف تشوف دخول مامتك وبابتك وأهلك معاك سواء في التدريبات أو حتى في البطولات أو حتى مثلا وانت جالسة مع صحباتك المبارزات الأخريات، كيف تحس وجودهم معاك؟ أحس دعم مرة حلو، وأحسني يشجعني أكثر، إنه أحس لو كنت لحالي يعني ما رح تشجع زي ما يوم أحد يجي ويدعمني وكذا. حلو. فوزية؟ دافع كبير ويشجع ويعطيني طموح وشي حلو. حلو. جميل. وروبا؟ تحفيز مو طبيعي، يعني لازم لما تكون أهلك موجودين تحسي أنه أنت لازم تفوزي عشان تخليهم يفخروا فيك. جميل جدا. طيب أستاذ أحمد، كلمة أخيرة حابب توجهها للبنات اللي معانا واللي برضو بيشوفونا سواء كانوا مبارزات أو غير مبارزة أو حتى للأهالي. الرياضة جميلة، رياضة المبارزة لعبة النبلاء، لعبة راقية. أتمنى أنه يجربوها، عندنا مراكز جدة وفي الرياض وفي الدمام، وشفت اليوم عندنا بطلات نفتخر فيهم وحفتخر فيهم وححكي قصتهم لأحفادي يوم من الأيام إن شاء الله. أكيد. أستاذ أحمد صبان، أنا أشكر تواجدك معنا، يعطيك ألف عافية، وأيضا شكر موصول لحسنة وفوزية وربا، يعطيكم العافية إن شاء الله. أشوفكم في الأولمبيات وترفعوا علم السعودية أول عالم إن شاء الله. بإذن الله. مجاهدين نطلع فاصل ومكملين معكم. وصلنا الجزء الأخير من حلقتنا لليوم، وأكيد ما في شيء نقدر نتكلم عنه أهم وأغلى من وطننا، الوطن، المملكة الغالية الحبيبة العظمى اللي العالم كله بينظر بتأهب إلى مليكنا وولي عهده حفظهم الله. العالم كله ينظر إلى المواطن والمواطنة السعودية. يمكن زمان ما كان العالم يعرفنا، كان يشوفنا غير. الصورة النمطية للصحراء والخيل والجمال والخيام هي كانت الملهم الأول لهم، إن هم يعرفوا المملكة العربية السعودية. لكن الآن العالم كله أصبح يعرف المملكة بشكل وبصورة مختلفة، أصبح يعرف المملكة العربية السعودية بأنها السعودية العظمى. دمتي بلادي ودمتم إخواني وأخواتي، وإلى السماء عنانكم. إلى اللقاء.